طريقة تجريبية للموضوع اللي إن شاء الله نحاول أنه إيه وصلت مسجات عيني دا أشوفها بالشات استماس. خلينا نبلش الموضوع شباب، أنا راح أعطي مقدمة بسيطة وإن شاء الله سادة زهر يكمل وياي. أنا بس أريد أعطيكم فكرة عن البابا فرانسيس. البابا فرانسيس طبعا هو من الأصل الأرجنتيني، أعتقد أغلب الأعضاء مطلعين على موضوع البابوية وموضوع الكنائس، يعني بس بشكل عام يعني هي أكو كنيسة كاثوليكية وأكو كنيسة أرثوذكسية وأكو بروتستانت، وطبعا هاي الرئيسية، الكنائس الرئيسية بالعالم المسيحي. أكبر كنيسة بالعالم اللي هي الكنيسة الكاثوليكية، اللي هم بنقول احنا البابا، احنا المقصود به أسقف الكنيسة الكاثوليكية. طبعا البابا فرانسيس أصله أرجنتيني. المهم بالنسبة لنا مواقفه وآراءه الفكرية والاجتماعية، يعني هو بشكل عام الرجل، يعني هم يعتبروه يعني سوى ثورة على موضوع البابوية، لأنه لأسباب كثيرة، من عندها مثلا مواقفه، عنده مواقف جريئة جدا من الديانات المختلفة. مثلا يعني هو يتكلم على موضوع العدالة الاجتماعية، هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة له، موضوع الفقر، هذا كلماته، الفقر المدقع والهياكل الاقتصادية الظالمة التي تسببت عدم المساواة، أو تسبب عدم المساواة كبيرة، تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان. هو يتكلم عن الفقراء اللي يتعرضون للاضطهاد بسبب مطالبتهم العمل، والأغنياء يتم التصفيق لهم عندما يفرون من وجه العدالة. طبعا أنتم لا تنسون البيئة تأثر بشكل مباشر على شخصية رجل الدين في كل مكان يعني. والبيئة مالته هو بيئة أمريكا الجنوبية، وأكيد حضراتكم تابعين موضوع أمريكا الجنوبية والمشاكل المخدرات ومشاكل الفروقات الاجتماعية الرهيبة اللي صارت خلال السنوات الأخيرة. طبعا الشيء الملفت للانتباه هو رأيه بالمثلية الجنسية، يعني أنتم أكيد سامعين أنه العالم شلون ده يتجه باتجاه موضوع المثلية الجنسية، يعني بشكل غريب، بحيث يعني احنا كنا تفاجئنا بموضوع احد الوزراء، احد الطاقم الوزاري للرئيس بايدن هو ينتمي لهذه الشريحة. لكن بالنسبة للبابا فرانسيس، يعني الكلمات ما انت راح اقرا لكم شنو اللي حاكي على هذا الموضوع، يقول ان الله خلق الانسان رجلا وامرأة وعدهما جسديا الواحد للاخر في نظام قائم على العلاقة المتبادلة يثمر في وهب الحياة للأولاد. لهذا السبب لا توافق الكنيسة على الممارسات المثلية، لكن المسيحيين مدينون لجميع البشر بالاحترام والمحبة بغض النظر عن توجههم الجنسي، لأن جميع البشر هم موضع اهتمام الله ومحبته. يعني هو ضد موضوع الجنسية، المثلية الجنسية، لكن طبعا أكيد بالنهاية هو قرارهم، يعني هذا قرار يخصهم وممنوع أحد يتجاوز عليهم. وأيضا عنده رأي بخصوص موضوع الإجهاض والقتل الرحيم، يعني هذا موضوع سحب الأجهزة من الشخص اللي يعاني من مشكلة أنه أعضاءه كلها تتوقف ما عدا دماغه، فيسحبون أجهزة من عنده. فعنده رأي خاص ويمنع هذا الشيء، يعتبرها جرائم نكراء. هاي مجرد موضوع من آراء، واكو اشاره بسيطه، يعني ما اريد اتجاوز ال5 دقائق مالتي حتى اسمح للاستاذ ازهر يكمل. هو منفتح على كل الاديان وخاصه الكنائس الاخرى المسيحيه، وايضا منفتح على اليهود وعلى المسلمين. يعني تعرفون الاشكالات بين اليهود والمسيح قديمه جدا، لكن هو اخذ نص عباره من يوحنا بولس الثاني بال87 في وصف اليهود، وقال لهم أنا حاج معكم أيها الإخوة الكبار، هم يعتبرون هاي عبارة من يوحنا بولس الثاني.
باعتبار أنه اليهود هم أقدم من المسيح، فقال لهم بأنه أنا حاج معكم، وكان موقفه جدا قوي من موقف الاستهداف اللي صار بالأرجنتين، لأنه باعتباره هو ترتيني ببوينس آيرس بعام 1994، وأيضا موقفه قوي من المجتمع الإسلامي. فهو يعتقد هاي كلماته، يقول أظهر نفسه دائما كصديق المجتمع الإسلامي، وهو أنه شخص يقف موقف الداعم للحوار. المهم هاي نبذة مختصرة عن حياته، شخص منفتح على الأديان الأخرى، شخص متسامح، لكن بدون خلينا نقول تأثير على ضوابط الديانة المسيحية اللي اعتمد عليها. أترك المايك الآن إلى أستاذ أزار حتى يكمل ويحكي لنا على زيارته إلى العراق ومدلولاتها ينطي مقدمه، وشباب اللي يعجبه يشارك خلي يرفع إيده رجاء، أكو ريز هاند جوا ترفعون يديكم، وإحنا إن شاء الله بعد ما يكمل أستاذ أزار نسمح لكم واحد واحد تكلمون. تفضل أستاذ أزار. جزيل الشكر لك دكتور، طبعا مرحبا بك مرة ثانية، وأيضا الترحيب لكل الصديقات والأصدقاء المشاركين معنا في هذا الاجتماع. طبعا حضرتك يعني تطرقت يعني السيرة الشخصية يعني حول البابا، وهي يعني مو السيرة الكاملة وإنما نبذة بس، يعني قبل لا يعني أدخل صلب الموضوع وأحدد يعني شنو الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه الزيارة، يعني أعتقد كل يعني رجال الدين مختلف الديانات هم يعني عندما يظهرون للعين هم يعني يكونون دائما يعني يتكلمون بالتسامح وبالانفتاح على الآخرين، لكن هذا الانفتاح وهذا التسامح يعني يكون أمام الكاميرات فقط، يعني بينما أدبياتهم يعني وكتبهم ودياناتهم يعني حتى هي لا بالعكس هي تنبذ الآخر. يعني بالنسبة لليهود هم يعني كما معروف هم يعني شعب الله المختار، ولا يعترف لا بالمسيحية ولا بالإسلام، وكذلك المسيحي يؤمن أسفار موسى الخمسة فقط، وما يعني وبقية الأسفار الثانية أيضا ما يؤمن بها، وعندهم نص يعني هم أو عقيدة ثابتة اللي ما يؤمن بقيامة يسوع فهو يعني إلى الجحيم مصيره، وكذلك الإسلام يعني بعد يعني أكثر يعني اللي ما يؤمن بالإسلام إنه دين الله يعني اللي ختم به يعني على آخر أنبياء كما يعني معروف، فهو أيضا إلى الجحيم. طبعا هي كلها تفاسير يعني الكتب المقدسة، يعني خصوصا إذا نجي للقرآن هو يقول لا يعني اليهود لهم حسابهم، المسيح إحنا ما نريد ندخل يعني حاليا بال يعني مضامين شو اسمه النصوص والتفاسير، لكن هو يبقى هذا اللقاء ويعني وهاي الحميمية وهاي التسامح هي فقط يعني مجرد أمام الإعلام لا أكثر. إحنا اللي نريد نغيره أو اللي نطمح إليه يكون هذا التغيير من داخل الأدبيات، على الأقل مو إحنا أجيالنا، على الأقل الأجيال القادمة. المسيحي من يعني من راح يشوف أدبياته راح تتغير، ويشوف أكو انفتاح اليهود على يعني على المسلم يعني على بقية الديانات أو حتى على اللادينيين، راح العالم كله يتغير، والمسلم أيضا يعني من راح تتغير أدبياته، واليهودي من راح تتغير أدبياته، فالعالم يعني بالتأكيد مستقبلا راح يكون أجمل وأفضل من عالمنا الحالي ويعني والعوالم سبقتنا. إذا يعني هسه يعني أريد ندخل بصلب الموضوع بالنسبة للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، راح يعني اتطرق قليلا يعني على الابعاد السياسيه حتى اترك يعني المجال للاخرين انهم يناقشوا بقيه المواضيع. بالنسبه يعني هاي الابعاد السياسيه، زياره البابا للعراق خصوصا بهذا الظروف اعتقد هي اجت يعني لصالح الحكومه مو صالح الشعب. ليش؟ لان يعني هاي الحكومه يعني هي فقدت شرعيتها يعني منذ اليوم الاول إلها، يعني اضطهاد وقتل ويعني وسجون واعتقالات يعني حق الشباب، يعني حتى أصبحت يعني معزولة عالميا يعني تقريبا. لكن يعني زيارة يعني هاي الزيارة من قبل شخصية عظيمة مثل شخصية البابا، طبعا عظيمة يعني مو بالنسبة لي بالنسبة يعني للعالم يعني الآخر، فهذه يعني راح تعطي يعني هاي الحكومة
شرعية، وهاي الشرعية طبعا يعني ما تأثر على الشعب، أو بمعنى أدق أنه الشعب ما يعترف بها، لكن هي شرعية فقط أمام العالم. لذلك يعني التأثير السياسي لها يعني جدا سلبي يعني علينا إحنا كشعب، يعني نطالب بالحقوق ونطالب بالإصلاح ونطالب يعني بأبسط يعني مقومات الحياة. وهذه الحكومة غير طبعا صالحة أصلا للبقاء، وإجا البابا يعني مثل ما نقول نقذها. وطبعا يعني أكو تجربة صارت مصر مشابهة أيضا، هاي التجربة طبعا يعني كانت مصر خلالها تعاني من الإرهاب، إرهاب الإخوان المسلمين والقاعدة، ويعني حتى انضربت السياحة عندهم. احنا نعرف أنه مصر شعب يعني الاقتصاد مالته يعني غالبيته معتمد يعني على الزراعة وعلى السياحة. فإجا البابا وزار مصر، بعدها السياحة يعني عادت نشاطها من جديد. فأنا يعني رأيي المتواضع انه السياسه او الحكومات كل ما تفقد شرعيته، الديانات او بالاحرى يعني رجال الدين يعيدون الى الحياه يعني شيئا فشيء. فلذلك يعني من وجهه نظر المتواضعه طبعا هاي الزياره هي جدا زياره سلبيه علينا احنا كشعوب. اما الحكومه لا، طبعا استفادت يعني ظهرت امام العالم بانه يعني ذات سلطه وذات شخصيه، وهي طبعا فاقده يعني للشخصيه وللسلطه ايضا. وكنا نعرف وضع العراق اللي هو اصلا يعني وضع حساس، ويعني والحكومه يعني من رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس النواب، رئيس وزراء، هم اصلا كل سلطه ما لهم. ويعني واحنا نعرف زين منو اللي يتحكم بالعراق سواء خارجيا او داخليا. بالنسبه يعني للوضع الاقتصادي ايضا ما راح اطول به، لكن ايضا يعني صارت احاديث بان راح يعني شلون يعني يصير حج، ويعني وتتطور الناصريه، وفد يعني راح تصير فد مدينه سياحيه، وتعود اثار اقتصاديه يعني الشعب الناصريه، او يعني صوره عامه للشعب العراقي. طبعا هذا ايضا هو حلم يعني. وعندنا تجربة سابقة بال2016 أيضا، أهوار الشبايش طبعا يعني تم وضعها بالتراث العالمي، وأيضا نفس الأخبار ونفس الأحلام صارت بين يعني هذه المنطقة راح تصير يعني قبلة للسياح و و وإلى آخره. من 2017 لحد الآن يعني 4 سنوات أهوار الشبايش على حالها، اي شيء يعني ما صار بيها، فقط سووا لهم مزار او نصب الشهيد. وطبعا هذا الشهيد يعني يعود للي يعني للجهة يعني للجهة اللي سوته. فايضا يعني اعتقد انه يعني هاي الامال وهاي الاحلام انه الناصرية تصير فد وضع اقتصادي، ويعني والشباب تشتغل وتشوف فرص عمل، و ايضا هذا يعني ما يتحقق. واتمنى طبعا يعني اكون غلطان وش اسمه ويتحقق. طبعا يعني اترك المجال الغير يعني احنا يعني نعرف الوقت الدكتور قسمه، وحتى ما يعني اطول بالموضوع، ويعني والان شو اسمه احول المايك للدكتور. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي استاذ ازهر. استاذ ازهر تكلمنا عن بنظره شوي شوفها شويه متشائمه على زياره البابا. نظرة جوكرية. على كل نحن بصراحه يعني اكو فد مساله جدا مهمه شباب. التعليقات اللي بالجروب الصغير برات ما توصل الفكره، احنا ليش دا سوينا هاي الندوه الافتراضيه؟ يعني التعليق انتم تخيلوا مرات يصير حتى سوء تفاهم، يعني ما تقدر تفهم انت شنو اللي يريده الشخص. فاحنا بدنا الفكره ان ننقل الموضوع من التعليقات الى انه بدل ما نحكي بالتعليقات نجي نحكي هنا، حتى تقدر تعبر عن وجهه نظرك بشكل صحيح ويقدر يفهمها المقابل. ف هسه منو رافع ايده؟ السومري اول واحد انا قدامي دا اشوفه، تفضل حبيبي السومري. اذا تقدر السومري، واني من اسمك يعني يلعلع سومري،
تحكي لنا على موضوع أور، يعني كمدينة ولد بها سيدنا إبراهيم، وموضوع طبعا إضافة إلى تعليقك اللي تتعلق به، فإذا تريد تعرج على هذا الموضوع، وهذا الموضوع التشكيك اللي صار بعد الزيارة، ما أعرف حضرتك اطلعت عليه أو لا، اللي هو يعني تعرف أكو شيء اسمه نظرية المؤامرة، يقولون بأنه مشروع الشرق الأوسط الكبير جاي يتحقق. سومر يريد يعتذر، إذا راح ناخذ هذا السؤال راح يتوجه إلى أستاذ علي. أستاذ علي، إضافة إلى مداخلتك، إذا تقدر تجاوبني على هذا السؤال، أكو فكرة تقول بأنه هذا زيارة البابا تدخل ضمن مشروع يعني أنه الأديان السماوية الثلاث اللي هي الإسلام والمسيحية واليهودية ندرجها كلها ضمن مشروع واحد اللي هي الديانات الإبراهيمية، لأنه كلهم يهتمون إلى نفس يعني كلهم يحترمون سيدنا إبراهيم ونسل سيدنا إبراهيم. واضح واضح دكتور. هذا مشروع يعني كامل على تحقيق حلم الإسرائيل بتحقيق مشروعها من النيل الفرات. بعد إضافة إلى مداخلتك، إذا تريد تجيبني على هذا السؤال. واضح. بالبداية السلام عليكم، وأرحب بأخواني الموجودين يتابعونا على بهاي الحلقة. دكتور، مثل ما قال أستاذ أزهر، أنه يعني مال تلاقح الأديان هذا الشيء ما أعتقد راح يصير، ممكن يساهم بتقليل العنف يعني ظاهريا، أما الجوهر فمستحيل أشوفه راح يتغير. ما أدري تسمعون صوتي جاي واضح؟ صوتك كلش واضح، كلش واضح. واضح. إحنا لازم حتى يعني نحقق هاي الفقرة مال تلاقح الأديان أو توحيدها، لازم يعني هاي الأقطاب مثل البابا، مثل السيد السيستاني، مثل غيرهم، لازم ينزلون للجوهر، جوهر الرسائل مالتهم، جوهر الدين، يغيرون مفهوم العنف، مفهوم نبذ الآخر. هذا إذا ما يتغير ما أظن راح تساهم هاي الفقرة مال تلاقح الأديان، راح تساهم بتغيير الوضع بصورة كبيرة، يعني مثل ما هواي دي يتخيلون إنه إحنا الوضع راح يتغير، العنف راح يقل. لا، يعني مجرد شيء بسيط، وهذا اللي أقدر أوصله يعني وأشرحه. إذا عندك مداخلة بعد دكتور. شكرا حبيبي استاذ علي، شكرا جزيلا للمشاركه. شباب، يعني موضوع التعايش السلمي بين الاديان، هذا قد يبدو حلم، لانه بصراحه انت اذا تيجي تستعرض كل الاحداث التاريخيه اللي صارت، اغلب الضحايا عبر التاريخ صارت بسبب الحروب الدينيه. يعني هي صارت اكو حروب لأغراض صراع على السلطة، لكن الغالبية العظمى، يعني أنت من بداية الحروب الصليبية، ما عدا طبعا الحروب اللي كانت تحصل ما قبل ولادة السيد المسيح، هذا موضوع ثاني، لكن احنا نحكي على بالتاريخ اللي بعد ولادة السيد المسيح. يعني إذا تشوف الحروب اللي صارت، يعني غالبيتها العظمى، يعني ما عدا تطلع الحرب العالمية، هاي الحرب العالمية الأولى والثانية يمكن، بس الغالبية العظمى هي صراعات على السلطة لكن لأسباب دينية. يعني هنا الدين أصبح محرك جوهري للصراع بين البشر، فهنا راح يجي دور التعايش السلمي بين الأديان. والمشروع كواجهة، يعني مشروع الديانات الإبراهيمية، طبعا هو هذا الفكرة حضراتكم، ما اعرف اذا مطلعين عليها او لا، هي مو جديده، يعني بصراحه بدوها المستشرقين من فتره طويله، يعني وخاصه المستشرقين الفرنسيين اللي درسوا الاسلام، طرحوا موضوع الديانات الابراهيميه، وبفكره انه سيدنا ابراهيم
تعرفون انتم عنده اسحاق واسماعيل. اسحاق اللي هو اليهود من نسل اسحاق، واسماعيل من نسل العرب من نسل اسماعيل. طبعا هم اليهود يقولون بانه عندهم شيء اسمه سفر التكوين، يعني اللي هو يسموه العهد القديم. عندهم بعض العبارات اللي تاكد بانه الله سبحانه وتعالى، هذا حسب كلامهم، بانه بسفر التكوين قال بانه هو يمنح الارض من النيل الى الفرات، يمنحها الى اليهود، يمنحها لمن؟ يمنحها الى نسل ابراهيم. طيب هنا سؤال، اذا هو ابراهيم النسل مات اسماعيل، انتم تعرفون القصه مع ابراهيم، ولد في مدينه اور، وبعدين سموه المسار الابراهيمي، سافر الى تركيا في منطقه حران، وبعدين رجع الى منطقه كنعان اللي هي فلسطين حنسميها، هم يسموها اسرائيل، وبعدين راح الى مصر. طبعا راح حسب الفكره اليهوديه بانه زوجته اللي هي بعدين صار اسمها ساره، هذا طبعا هذا موجود الحكي بالعهد القديم، هذا يعني مو من عندي، هذا الكلام مالتهم، انه زوجته ساره منحها لمن؟ الى الفرعون. الى الفرعون، تزوجها الفرعون وقالها لا تقولين بانه، هذا الكلام موجود نصا بسفر التكوين، قال لا تقولين بانه انت زوجتي، قولي بانه اختي. بعدين الفرعون عرف، ما اريد اطولكم السالفه، المهم هو عنده هاجر وعنده ساره، فاسحاق وابراهيم يعتبرون هم اولاده او نسله، فعلى اساس انه الله سبحانه وتعالى منحها لنسل ابراهيم، منحهم هاي الارض. طيب هنا سؤال لك علي، وسؤال كل اخوان الازهر وقرهم، انه هذا اذا ندخل في هاي التفاصيل هنا، ممكن هاي الزياره، زياره البابا، ممكن تفسر على انه هي تمهيد لفكره، تعرفون انت شغله صوت الكبير تقريبا انتهت، بعد ما سمعنا سمحت ما ندعش عليها وسائل الاعلام الامريكيه وغيرها، فيعني احتمال بانه هاي احتمال، انا هاي ترى ضد نظريه المؤامره، انا احكي كله بالادله والبراهين، انا اكره، بس احنا شغلنا انه نحلل نشوف الاحداث شلون تصير. فهل هذا الموضوع مقنع؟ يعني انا سمعت بعض التقارير الاخباريه اللي تقول انه يعني ربطت هاي الزياره بموضوع التهيئه، تعرفون انتم متابعين موضوع التطبيع مع اسرائيل والعلاقات الاماراتيه والسعوديه مع اسرائيل، ما كانت موجوده من بدايه تاسيس اسرائيل لحد الان. طيب هنا السيد السيستاني يتكلم على نقطه معينه ما صار اسهاب بها، بس احنا وصلتنا، واكد على موضوع الحق الشعب الفلسطيني، لانه البابا كان يتكلم على الفقراء والمستضعفين، فهو استغل الفرصه ودخل هنا بهذا المدخل، قال له بانه الشعب الفلسطيني من الفقراء والمستضعفين اللي ماخذين حقوقهم، فكل رجال الدين المفروض يتكلمون على موضوع الفلسطينيين وموضوعهم. فما اعرف، انا حبيت بس اثير هاي النقاط حتى بس احرككم شويه. من يريد يتفضل؟ ما السومري صار عندك مجال لو بعدك، ترى في عيدك. سومري، طيب سومري خلينا ننزل ايده. استاذ ازهر تفضل حبيبي، اللي يريد يشارك رجال خلينا يرفع ايده حتى ننطي الدور. شكرا دكتور، طبعا الشكر ايضا للاستاذ علي. فقط دكتور يعني بالنسبه اللي يعني انت جبته يعني شويه على التوراه وعلى، وما دام احنا دخلنا بالتاريخ فيعني خلينا ندخل يعني مباشره. بالنسبه يعني سفر التكوين بالذات، هو يقول انه نعم اسماعيل الابن الاول واسحاق الابن الثاني، كانت ساره يعني عاقر اللي هي الزوجه الاولى، طبعا هي سيده يعني يعتبروها، لان هم طبعا تاريخهم يعني هو يعني انت اذا تقرا التوراه يعني راح تشوف سيد عبد، سيد عبد يعني هو تاريخ قبل يعني. ساره يعني كانت عاقر طبعا، فقررت يعني انه يعني تنطي الزوج شو اسمه الابراهيم جاريه مالته هاجر. تقرا يعني
بالتوراة يعني ظل تستمر انه راح تكتشف انه هاجر مصرية، جارية مصرية، شلون اجت وشلون راحت يعني ومين جابوها ما نعرف مين هو. يعني التسلسل يعني هو مباشرة، يعني ابو ابراهيم قرر يسافر يترك العراق ومباشرة مات في الطريق، قرر ابراهيم يكمل الرحلة يعني. لا، انا اقول لك وساري انا واضح طبعا ساري هو الاسم الاول يعني قبل لا يحولها الاله الى سارة، ومعناها طبعا الاميره يعني كما يعني هم يقولون. لا، هم حسب ما يقولون بصفة التكوين يقولون بأنه إبراهيم من سلم سارة زوجته إلى الفرعون، الفرعون منحها مجموعة جواري وعبيد، فهاجر كانت من ضمن الجواري اللي منحهم لإبراهيم، فعجبته وتزوجها بهالشكل. هذا حسب القصة هاي بالتوراة دكتور ما نذكر أسماء جواري وهذا، هو فقط راح وبعدين من طلع يعني طال فرعون هدايا وجواري وهذا. هاي ممكن بالتفسيرات اللي يعني بعدها، لأن التوراة يعني تعرضت النقد والتنقيح يعني من قبل يعني كثير من الفلاسفة ومن الأدباء، فهم حاولوا يعني يجاوبون على هذه الأسئلة. بالنسبة السارة طبعا يعني حسب التوراة هو الفرعون ما تزوجها، لا فقط هو يعني إبراهيم من قرر يسافر من كنعان اللي يعني اللي هي طبعا يعني حاليا فلسطين، قرر يسافر لمصر يعني صارت مجاعة فلسطين، قرر يسافر لمصر. ف بالطريق اتفق ويا سارة قال لها احنا يعني راح نروح مصر، فانت يعني اذا رحت هناك قولي انا مو زوجته، قولي اخته. ليش؟ يعني حتى خافوا يقتلون ابراهيم وياخذونها. طبعا هنا هم يعني يريدون يوصلون فكره انه الفرعون المصري يعني كان زير نساء وكانت ساره جميله، بينما هو يعني اي واحد يقرا التوراه راح يشوف التاريخ يعني او السنه اللي وصلت لها ساره يعني بالعمر، يعني كان عمرها 65 سنه. فيعني ما اعرف يعني شنو امراه 65 سنه يعني لا زالت تتمتع بجمالها وتتمتع بسحرها، بحيث الفرعون يعني يعوف البلاط مالته يعني والنساء والجواري يعني اقول لك استاذ وذبح ازهر، اكو الاطفال. ممثلات هسه، ممثلات هسه 60 65 سنه والله ما تعرفهم، عبالك عمرها 30 سنه بعدها شو اسمه، ترى بو 60 سنه مو وايد يعني، يجوز كان شكلها حلو يعني، شو اوكي معرفنا. دكتور، بس يعني هاي اللي عمرها 65 سنه يعني نقولها بيبي وخلص ونعجب بيها من بعيد، لكن مو هاي هناك فرعون عندنا يعني ما شاء بالعراق، الله فرعون. بالعراق تضرب العمر في اثنين، عم العالم غير شكل عايشه. هاي اوكي المزاح طبعا. يعني على المهم كل استاذ ازهر، بس اريد زين اكلمك في دكتور. موضوع المناور، هذا موضوع نظريه المؤامره، هذا المشروع تعتقد له علاقه هذا حكيهم منطقي، انه يعني يقول لك يسوون الدوله الابراهيميه، حيسوون دوله ابراهيميه تشمل تدخل حتى بها تركيا وايران يعني، ويكون الديانه مالتهم الديانه الابراهيميه، بحيث تنهي موضوع الاسلام والمسيحيه واليهوديه، تعتقد هذا الكلام منطقي؟ دكتور يعني ما اعتقد لا المسيحي يقبل، يعني مو المسيحي المواطن، يعني المسيحي يعني الكاهن البابا يعني مستحيل يعوف السلطه مالته يعني ويمنح الاخرين هاي السلطه، ولا اليهودي ايضا، ولا حتى شو اسمه السيستاني والساده الاخرين موجودين وياه يعني بالعراق مستحيل يعوفون السلطه اللي عندهم يعني ويقدمون العراق يعني على طبق من ذهب الاخرين. وهي سعد ازهر، شنو وجهه نظرهم؟ يقول لك انت اذا طبعا تعيف على رجال الدين، هم ما يريدون يفقدون سلطتهم، بس هي الموضوع يصير على شكل بالتدريج يعني، لانه العالم مثل ما قال سعد علي، سعد علي قال وانت حضرتك ايضا قلت يعني، كل الاديان بوجودها شرط وجودها هو اقصائي يعني، ماكو دين يعترف بالدين الاخر يعني، لا اليهوديه تعترف هذا كلام انتم حضراتكم اكدتوا يعني، هذا كلام منمق، انه بس اذا تيجي على الادبيات كل الاديان هم يعتقدون هم الدين الوحيد، والاديان الاخرى هي مو بس الاديان يعني، وحتى الطوائف يعني، هذا عندنا الطوائف المنصوره تعرفها اكيد يعني، كل طائفه تقول بس انا والباقيين كلهم بالنار، طبعا طبيعه الدين وجود الدين هو اقصائي، اي دين هو اقصائي للاخرين، فموضوع التعايش السلمي بين الاديان
فموضوع لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع إلا في نفي الأدبياتها، وهذا مستحيل. فذولا ايش فكروا؟ طبعا هذا الكلام انا اجيب لكم الرابط اخليكم اياه اذا تبدون، يبدو يجوز حضراتكم ما شفتوه. هذا انت تشتغل عليه جامعه هارفارد وجامعه بنسلفانيا من تقريبا من 2005، يعني صار لهم بحدود، يعني مو خيال علمي، هذا واقع. بداوا يحاولون يوصلون، ان وصلوا الى قناعه بانه هذول المجموعه بالميدل ايست، اي شخص مسافر او عايش برا يعرف انه بس تقول له للامريكي ميدل ايست يخض يهتز راسا يخاف، عبالك وحوش ناكل العالم. يعني عندهم بالنسبه لهم عد الامريكي وعد الاوروبي الميدل ايست، فد مجموعه من الناس قاعدين ما عندهم شغل عمل غير بس يتهاوشون ويتعاركون، واحد يكفش راس الاخ. بهش هاي الصوره لازم نعرفها، يعني هيك الناس تنظر لنا. فيقول لك هذول ماكو غير طريقه لهم غير انه اسوي لهم ديانه جديده بالتدريج، ابدي اخلي لهم الديانه الابراهيميه واغير المناهج اغير الافكار، لانه هسه الوقت مناسب بعد اللي شافوه من داعش، ممكن يكون وقت مناسب على تحديد اديان جديده. فممكن تكون زياره البابا ضمن هذا الاتجاه، او ما اعرف، يعني انا دا اسال ما ادري. عفو دكتور، يعني اني من قلت انه الديانات اقصائيه، هي اقصائيه للديانات الاخرى، مو لها شخصيه. يعني القصد انه البابا مستحيل يعني يقصي المسيحيه على مود اخرين، ولا السيستاني راح يسوي، ولا احمد الطيب شيخ الازهر راح بس انت يقبل ما ابدا. سامع المشاكل بين الكنائس بيناتهم، يعني الكنيسه الكاثوليكيه ما سامع مشاكلها ويا البروتستانتيه، لو مع الكنيسه الكاثوليكيه بالضبط بالضبط يعني لا شلون، بالضبط هم قاصرين وماكو اقصاء استاذ ازهر، اقصاء داخل المسيحيه واقصاء داخل اليهوديه واقصاء داخل الاسلام. هذا الدين مشكله، يعني اللي نشوفه احنا بالاسلام هو ترى نفسه كوبي بيست بالمسيحيه وباليهوديه، نفس الشيء نفس الفكره، كل مجموعه تسوي لها. انت سامع على شيء اسمه المسيحيه الاسطوريه مثلا، والعلاقه بينهم وبين بين المسيح القبط اللي الكنيسه القبطيه بمصر، والكنيسه الارثوذكسيه اللي هي يمين على يمين العالم، ومشاكلها مع الكنيسه الكاثوليكيه، بحيث من تم احتلال اسطنبول، انا شويه دائما اسحبكم على التاريخ، اسف شويه مولع بالتاريخ، فمن تم احتلال اسطنبول كان يعني القيصر هرقل كان ينتظر يعني المساعده من الكنيسه الكاثوليكيه بروما، وماكو ما وصلت نهائيا. فسقوط اسطنبول بيد محمد الفاتح كان احد اهم اسبابه هو عدم نصره الكنيسه الارثوذكسيه من قبل الكنيسه الكاثوليكيه. فالاشكال اللي بيناتهم بين الكنائس قوي جدا، يعني مو بس عندنا. تفضل، انا اسف المقاطعه بس يعني مجرد الاغناء الحديث يعني. عفو دكتور، هو هذا الخلاف قديم جدا قديم، يعني تقريبا من سنة 300 ميلادية، يعني أعتقد كان الإمبراطور اسمه قسطنطين. نعم قسطنطين، كان أكو خلاف يعني بين المسيحية المشرقية اللي هي طبعا كانت عاصمتها القاهرة الإسكندرية، وبين أوروبا، يعني المسيحية الغربية. هم هناك قرروا أنه يعني يألهون المسيح، لكن المشرقية لا، يعني لحد يعني اكو بيهم لحد حتى يعتقدون انه المسيح يعني مجرد بشر، ويعني ومات فقط، لا إله ولا يعني ولا اكو ثالث مقدس، يعني ثالث مقدس روح القدس والأب وهكذا، ولا شيء. فهو يعني هو هذا الخلاف الأزلي اللي بينهم، يعني لحد الآن موجودة تبعاته، بالضبط مثل يعني الخلاف بين المسلمين بداخلهم بين السنة والشيعة، علي وعمر وعلي وأبو بكر وعلي وعثمان وعثمان وأبو بكر وهكذا. وأيضا صار لهم 1400 سنة، يعني ناس ماتت وهم لحد الآن يتعاركون، يعني في سبيل شو اسمه، يعني ياهو الأول وياهو الثاني وياهو الثالث وياهو الرابع، يعني فد عقلية ما أعرف، يعني عقلي ما أعرف شنو، يعني الدماغ اللي عندهم شنو. فهم يعني رجالات الدين يركزون على هذه الخلافات، يعني هم اصلا ما عندهم شيء يقدمونه لاتباعهم سوى يعني اشغالهم بهاي الخلافات، سواء يعني رجال الدين المسيح او
او حتى المسلمين. ليش؟ لان يعني الثوره العلميه يعني صارت ثوره قويه جدا يعني، والاديان ما تقدر تلتحق به ولا تقدر تواكبها. يعني هؤلاء الاتباع يعني شلون يبقون متمسكين برجال الدين؟ يعني عن طريق هذه الخلافات. المسيحيين هل عيسى مجرد بشر او اله؟ والمسلمين منو افضل، علي لو عمر، علي لو ابو بكر؟ فيعني الديانات يعني تعتمد على الصراعات الداخليه بين الدين نفسه وبين الصراعات الخارجيه بين دين وش اسمه ودين اخر. فما اعتقد يعني البابا او السيستاني او شيخ الازهر او شيخ الزيتونه بتونس راح يقبل يسلم هاي السلطه بسهوله يعني لغرض التعايش السلمي والتعايش. وهسه على طيب الاقل خلينا الحل شنو الحل؟ استاذ اسر شنو الحل نعم. برايك؟ الحل يعني حنبقى هذا موضوع الحروب اللي تصير بالعالم وتبدي، وكل الحروب غالبيه الحروب الدينيه ده تصير من منطقتنا يا اخي، من الشرق الاوسط، لانه هو منطقه الاديان، منطقه نزول الاديان. فيعني مو بس الحروب بين المسلمين، يعني حروب بين كل الاديان. فالحل شنو برايك؟ بس خلينا نسمع دكتور رايك. ممكن تعليق؟ ايه خلينا نسمع راي الاخرين استاذ اسهر، بلا زحمه عليك. دكتور تفضل. انت تتكلم عن يعني جمع منطقة كبيرة بديانة واحدة، هذا الشيء هو اساس المشاكل. احنا اذا تتابع اغلب مشاكل، خلينا نقيس على العراق، اغلب مشاكل العراق هو اجتماع مجموعة من الاديان بنفس المنطقة، هم جوهرهم واحد ضد الثاني. فالسلم مو بجمعهم، بالعكس السلم افرقهم، كل من انطي منطقته اللي يعيش بها هو واللي يعتنق ديانته. هذا افضل طريق، يعني مثل ما يقولون الاقاليم، السلم افضل طريقة له هي التقسيم، هي الاقاليم، كل طيب مجموعة ما احنا تعيش هسه بالمنطقة. علي، احنا مقسمين، نعم احنا هسه مقسمين. انت تعرف مثلا هسه احنا بالعراق عندنا حدود مع السعوديه، لكن جو دزوا علينا ارهابيين فجروا نفسهم. مصر نفس الشيء، عندهم مسيح وعندهم هذا. لبنان قسمت الاديان دكتور تعرف الحدود. دكتور دكتور ليش هم مثل السعودية ليش تدزلنا ناس تفجر او هاي؟ ليش؟ لان تعتبر احنا ظالمين الطائفة السنية هنا بمنطقتنا بالعراق، هذا باعتقادهم. احنا اصلا انطي هذا كل من تعال، انت انطيك حقك وارضك واقعد بيها انت ومارس ديانتك الطبيعية اللي تريدها، فهذا أفضل حل. أما الجمع، دائما الجمع هو أساس العنف، واضح؟ فما أعتقد يعني السياسة العالمية تميل إلى أنه تجمع أكبر فئة بمنطقة، وهذا مستحيل، ما أشوفه يعني انا بالنسبة عندي لي مثلا، رأي صائب. ما يخالف، ماشي ماشي، بس خلي اعطيك الفكره. هي الفكره مو إيه. يعني تبقى الدول محافظه على حدودها الاقليميه، لكن يسوون ديانه جديده. يعني تعرف الدين عابر للحدود، الدين ما تحدى حدود. يعني هسه الديانه الشيعيه الموجوده في ايران بعد الثوره الاسلاميه ما لها علاقه بموضوع الحدود الايرانيه، يعني هي عبرت الى أقاصي الأرض وأدانيها. يعني ما الدين يعبر الحدود، وخاصة في عصر العولمة وعصر التكنولوجيا. اوكي، ما أنت احنا مشكلة ما تقدر تحدد نتكلم عن الحدود. سلام دكتور، احنا نتكلم عن سلام عالمي. السلام العالمي ما ينجح لا زال اكو اثنين جوهرهم مختلف، واحد يم الثاني، مستحيل، واضح. يا اما ننهي الجواهر نهائي ونبدي بسن فد شيء عالمي جديد بعيدا عن الدين، لان مال تجي تريد الدين يوحد، مستحيل، لازم نسن فد شيء، فد قانون عالمي الكل يخضع له بعيد عن الاديان، واضح. اما دين يجمع يعني الافراد بمنطقه واحده وتعايش، ما اشوف فكره. طيب ماشي ماشي استاذ علي، شكرا أوه. جزيلا. آية ست آية تحبين تشاركين تضيفين شيء؟ يا ريت والله نسمع آراءكم. يا ريت شباب ترفعون ايديكم، احنا بدنا نتناقش، ما عندنا، هي مو محاضرة، يعني مو ندوة ولا محاضرة. فيا ريت لو ترفعون ايديكم نسمع اصواتكم الحلوة، نسمع آراءكم. تفضلي يعني آية. مساء الخير عليكم جميعا، وعليكم السلام على الأستاذ أسام. مساء الورد. بس دا يكتبون بالتعليقات
يعني انتبهوا لأسئلتهم المطروحة، إذا تحب أني هم أقراها نطرحها عليكم. ايه تفضلي. الله يا ريت، احنا ما جاي نشوف. بس أعطي رأيي مختصر بالنسبة للكلام، يعني الكلام الدكتور فكرة إنه يعني دي يراجعون الديانات ويجمعوها للسلالة الإبراهيمية، هالشي جدا صعب إذا مو شبه مستحيل. يعني أنا برأيي هسه إحنا كمسلمين دا نجمع لو دا نتفرق، أما هسه السنة إيش كم طائفة عندهم، إحنا الشيعة إيش كم مرجع عندنا، هسه أنا ما أريد أذكر أسماء بس إحنا عندنا فلان وفلان جماعته من ذابحين، مو دين ولا مذهب، شخصيتين. تفهمني؟ نعم، كملي وياك. يعني احنا ما اعرف، يعني يمكن بعد راح يجيش كم يوم كل 5 يصيرون فرقة. احنا يعني الدين الواحد هسه صار، اذا اريد نفرع ونسوي تشققات فتصير عندنا سلسلة الى ما لا نهاية. فيعني فكرة الجماع والعودة للديانة شبه مستحيل، وممكن تصير على انت قلت كل الحروب سببها الأديان، ندخل ممكن بحرب عالمية ثالثة ورابعة وخامسة، ولا المسلمين يهدون الكراسي ولا غيرهم. وهالشي عالميا، يعني ترى حتى الدول العظمى فهي يعني هي سيطروا على المناصب اللي وصلوها بفضل الكنائس وبفضل يعني السيطرة على عقول الكثيرين بالدين. قلت انت برأيك انه هم يعني اذا رادوا يرجعون ما راح يعتمدون على شلون نقول رضا أو عدم رضا رجال الدين، هو وإن كان ما اعتمدوا، وإذا هم رجال الدين عندهم أتباع يعتبروهم، يعني ما أعرف شنو يعتبروهم، يموتون من أجلهم. يعني إذا هو مراضي راح ياخذون أتباعه يقبلون، يعني الفكرة شبه مستحيلة. وإذا أرادت تتطبق فإحنا هم نفسهم إسرائيل، يعني مشروعهم مال الشرق الأوسط ايش قد صار له، ايش قد راح يبقى، ومتى يتحقق، وهل راح يتحقق أصلا؟ يعني الموضوع جدا صعب، وأنا أشوفه شبه مستحيل، وحتى إذا راح يتحقق فيحتاج لسنوات ضوئية وأجيال. يعني طيب بس انا هاي تعليق شكرا على كلامك. شكرا جزيلا، تسلمين عيني، شكرا جزيلا. خلي نسمع بعد آراء أخرى. أخت فاطمة صلاح من رفع عيدينك، تفضلي بس أعطينا رأيك. طبعا مساء الخير على الجميع. بداية دكتور حضرتك ذكرت انه ما هو الحل، ما هو الحل للتعايش السلمي خاصة من الناحية الدينية. انا اشوف يعني شخصيا انه الحل الجزء الاكبر يقع على عاتق رجال الدين، ولو أنا شخصيا ما أعمل بيهم، ولكن ممكن يكون على المدى البعيد. وهذا الحل هو ممكن يكون تجديد الخطاب الديني، سواء كان عند المسيحية اليهودية والإسلام. يعني صراحة هناك نصوص وأحاديث إرهابية حقيقة، ويعني هذه الأحاديث يعني تجرم الآخر، تكفر الآخر لمجرد أنه هو يختلف معك في العقيدة. فيعني حتى زيارة البابا مثلا للسيد السيستاني، يعني حتى لو نجي نطلع على كتب السيد راح تلقى أحاديث تنص على تنجيس أو تدنيس الكتابي، وهناك أحاديث كثيرة خاصة كتاب منهاج الصالحين طلعت عليه صراحة، يعني بحيث إلى درجة إنه إذا صافحت كتابي فإذا يعني جنبك حائط أو تراب ممكن تمسح إيدك بعده، يعني لهالدرجة. فالحل هو تجديد الخطاب الديني، حذف النصوص اللي تنص على بس التكفير ملاحظة، اللي ما يعرف الكتابي هو حسب القرآن اللي هو المسيحي واليهودي. العفو، تكمل ست فاطمة، كملي. اي نعم دكتور، هو هذا تعليقي. طيب سؤال لك ست فاطمة، انت طالبتينا نعم بموضوع التجديد. المشكلة وين بموضوع التجديد؟ انه اللي خلى الفقه الإسلامي
والمسيح واليهود نفس الشيء، يعني اللي خلى الفقه خلوها أشخاص عاشوا في قرون بعيدة جدا، وخاصة عند المسلمين خلوا الفقه هذا، يعني خلى أصور لك إياها أنه خلوه بأساور، يعني خلوه بحدايد، بحيث يعني أي شخص يطلع من هذا السور خط، خلوه خط، أي شخص يطلع من هذا السور لازم ينقتل. فالمشكلة أكو محاولات تجديد، يعني محاولات التجديد بدت من فترة كلش طويلة بالمناسبة، حتى بالوقت اللي كان ينكتب به الفقه كان أكو ناس ترفض هذا الشيء، يعني مثل ابن رشد ومثل حتى الفارابي بوقتهم يعني رفضوا هذا الفقه اللي كتبوه الفقهاء الرئيسيين المعروفين في الفقه الإسلامي. فأي شخص رأساً يعتبروه زنديق كافر ولازم يقام عليه الحد. هنا المشكلة تجديد الخطاب الديني صعب جداً في ظل هذا القوانين اللي خلوه اللي مؤمنين بها عدد كبير من الناس، بحيث الآن يتورط. يعني هسه أنت في مداخلتك يعني أقدر ألزم عليك في 3-4 لزمات أقيم عليك الحد بها، تدرين لو لا مشكلة، يعني حسب آراهم طبعا، حسب رأيهم. فشلون نقدر نخلص من هذا الشيء برأيك؟ أي نعم. بس من رخصتكم دكتور انتبهوا، لأن هذا التسجيل حيشيرها مع الفيس وحصير هواي أمور. تمام نعم دكتور، أنا قلت لك شخصيا إنه أنا ما يعني ما متأملة برجالات الدين صراحة، ولكن يعني ممكن على المدى البعيد أو السنين اللاحقة ممكن هالشي يحصل، خاصة يعني هذه الزيارة طبعا يعني من الناحية الإيجابية من الناحية الاجتماعية أضافت لنا أمور جيدة، خصوصا لو تجي عند الشيعة أتباع السيد السيستاني تلقاهم ما شاء الله يعني متفائلين أكثر من المسيح أنفسهم، وهالشي يعني قبل سنوات مضت ما التمسنا هالشي مطلقا، ولكن الآن يعني مع تطور يعني خلينا نقول مع مضى السنين حصل يعني تقريبا قفزة اعتدال، وخاصة هذه الزيارة ضافت لنا أشياء حلوة وجميلة من هذه الناحية. طيب ممكن على المدى البعيد نعم يتحقق هالشيء ممكن. نعم على المدى البعيد إذا يحتاج لنا ناس شجعان وموجودين، يعني الآن أكو حركة يقودوها المصريين وقسم منها العراقيين مع بعض الملاحظات عليها. نعم. مبادرات أكيد. مبادرات شخصية يعني مثل يوسف زيدان وكثير من ال برامج تلفزيونية وكتب صحيح. يعني يحاولون ينادون فكرة تجديد الخطاب الديني ويجرؤون، واللي ساعدهم الجرائم البشعة اللي ارتكبها داعش في العراق وفي سوريا بصراحة خلى الناس عامة المسلمين في منطقتنا خلاهم يوصلون إلى قناعة يرجعون مرة ثانية إلى الأدبيات الإسلام الأولية، ويعيدون بهاي الكتب ويقروها وشافوا بأنه الكثير من عندها هو بتطرف مثل ما تفضلت حضرتك فعلا، سواء عند الشيعة أو عند السنة، عند الطرف يعني تطرف حقيقي وواضح فيما يخص التعايش السلمي مع بقية الأديان. دكتور بس تعليق بسيط على كلامها إذا ممكن. تفضلي عليه. هي قالت أني شلون نقول تأملت بأتباع السيد السيستاني أو غيرهم وتأملت بهذه الزيارة، هي فعلا شيء حلو، بس مو إحنا إذا نرجع للشيء الأساسي لنفترض أنه أكو خلاف بينه وبين السيد، ترى ذول الأتباع كلهم راح ينقلب موقفهم، وقد يكون بكلمة من ذاك الرجل من هذا الرجل تنشأ حرب. إحنا مشكلتنا الطاعة المطلقة والإيمان المطلق والتصديق المطلق. هذا تعليق إلي صوت ما تحبين تجاوبين تفضلي. يعني هي ذكرت أنه ممكن كلمة من هذا الرجل أو هذا الرجل تنشأ حرب، هالشيء ما أعتقد راح يكون، لأن رجالات الدين تضطر تواكب الحركة، يعني حركة الاعتدال اللي صايرة خصوصا الآن، فما أعتقد يعني
خصوصا انه رجال الدين مثل ما ذكر استاذ أزهر يعني يتغلفون دائما بالخطاب والاعتدال والتسامح الديني، هذا بشكل ظاهري، فما راح تكون يعني اشياء سلبيه بين يعني زعماء دينيين، ما اعتقد. لا هذا كان مثال، يعني مثال على التبعيه، والا هم اثنين هم يعني اي جرات نعم، مستلهم. هالشي مسلم به التبعيه، يعني ما نقدر يعني هي الناس هي قناعتهم، طيب لكن زعمائهم ممكن يعني يقدرون يأثرون بهم بشكل جدا فعال، طيب شكرا جزيلا خصوصا سيد. انهم مثل ما ذكرتي طاعتهم مطلقة للزعيم الديني تبعهم. أنا جدا ممنون على مشاركتك القيمة، وشكرا عين استعية، الله شكرا يخليك، دكتور. تسلمين، ممنون. أخبارك؟ أنا دا أشوف رافع إيدك، حضرتك رافع إيدك، لو أنا متوهم. تفضل تفضل حبيبي، المايك لك، تفضل. السلام عليكم. أول شيء أشكركم على هالندوة، وكل الآراء اللي سمعتها جدا جميلة وأثرت يعني معلوماتي. ثاني شيء يعني بس عندي يعني نوعية أسئلة. أول سؤال إنه كتبت بالتعليق إنه مرة قرأت إنه إذا يصير الديانة الإبراهيمية تتحقق فهذا حيؤدي إلى إنه اليهود يقدرون يطالبون بأراضيهم، فهل شيء يمكن هو كان مسوي نوع من الهالة ضد اليهود يعني، و نوع من خلينا نقول فوبيا من عندهم هاي، لأنه سمعت إنه بزمن يعني أو خلينا نقول قبل بداية سنة 2000 راد تصير نفس الفكرة، الباب السابق راد يزور وصار منع على مود هالشي. والسؤال الثاني إنه هسه الأديان أعتقد بدأت تتقارب أصلا، خاصة بسبب فكرة المنقذ. إذا تيجي على فكرة المسيحية فمساعدهم الإنجيليين مثلا كمثال يؤمنون بالدولة اليهودية، زين، فحتى يعني يرجع يظهر المسيح، وكذلك اليهود يؤمنون إنه يعني تشابه هالشيء، فأعتقد إنه بدأت تصير تقارب بهالشيء يعني، وده يتحقق هو على وبسبب خطاب التجديد إلى آخره. وإضافة ثالثة إنه أكو مو بس جامعة هارفارد، مؤسسة راند العسكرية سوت توصيات على الإسلام الجديد، فأنا بس حبيت أسأل حتى أفهم منكم، وشكرا. أنا كلش تعجبني الشخصيات مثل بارق، يعني أول مرة أشوفه حبيبي، تشرفت بيك، يعني الشخص اللي يثير هيك تساؤلات، يعني تساؤلات عميقة، وريد يعرف شنو اللي دا يصير. بصراحة هذا أنا أخاف منه، معناه هذا دا يفكر، ودا يفكر بعمق. تحياتي أشكرك لك جدا، حبيبي أشكر بارق، أستاذ مني الله يخليك. الله أنا يحفظك. أحيل هاي الأسئلة إلى أستاذ أزهر لأنه هو رافع إيده، فحتى أيضا يصير نعم عندنا تو يجاوبك عليها. تفضل حبيبي استاذ اسهر. نعم تفضل أستاذ أزهر. أوكي دكتور، شكرا. بس فقط يعني إذا ممكن يعني، عفوا، شنو الأسئلة؟ يعني الصوت ما كان واضح. السؤال الاول استاذ بارق ده يقول انه ده يشكك في امكانيه هذا الموضوع، موضوع تحقيق انه الاديان الثلاثه تنجمع وتتكون، وده يقول انه هذا ممكن الحلم الاسرائيلي، مثل ما يعني اعطيتك انه حلم اسرائيل في تاسيس الحصول على الارض من النيل الفرات ممكن يحققها، يعني هل فعلا هذا ممكن يحققها؟ والسؤال الثاني ده يقول انه الاديان تشترك بمشتركات كثيره من ضمنها موضوع المهدي المنتظر، يعني فهذا ممكن المشتركات ممكن تخلق نوع من التقارب بين الاديان، يعني مو فد شيء صعب. اوكي اوكي دكتور، خليني اعرج على السؤال الثاني مباشره، يعني إن اجابته يعني سهله ومختصره. بالنسبه يعني الفكره يعني المخلص او يعني او المهدي المنتظر، طبعا هي يعني فكره زرادشتيه، يعني هي اول ديانه امنت بهذه الفكره هي الزرادشتيه. جت اليهوديه تلاقحت مع الزرادشتيه، وطبعا نعرف تاريخيا يعني العلاقات وطيده بين الديانتين، اليهودية ويعني اليهودية والزرادشتية. فاليهودي يعني بدأوا يتعرضون للتنكيل وللقمع وللهاي، فيعني بدأ شعبهم يسأل احنا ليش جاي نتعرض المجازر وجاي نتعرض القمع وذلة، يعني
غير احنا شعب الله المختار. فيعني ارتاوا الكهنه انه يشوفوا لهم على جواب شافي، يعني قالوا لهم انتظروا المسيح المنتظر هو يخلصكم. بعدها ظهر بعد كم سنه ظهر عيسى او يسوع، فالانصار او الفقراء هم قالوا عليه هو هذا المسيح وخلاص، هو انتم اللي قلتوا لنا عليه، وانتقلت الفكره للاسلام لاحقا. وطبعا يعني كالعاده لازم السنه لهم فد عده افكار حول المهدي المنتظر. والشيعه ايضا، الشيعه من ذريه الائمه عندهم اللي 14، وطبعا عمر استاذ ازهر الصوت عندك انقطع جبدة الكاميرا. ستماس عيني خلينا نسمع صوتك، انت بس تعلقين بالشات. استاذ بارق يعني بين ما يرجع استاذ ازهر صار عنده جبدة الكاميرا مالته. هو بصراحة يعني موضوع الحلم الإسرائيلي في تحقيق النيل الفرات هم دا يشتغلون عليه، بس هو السؤال يعني هل بسهولة أنه ممكن يحققوه؟ يعني هذا موضوع التطبيع اللي دا يصير بين دول الخليج وبين إسرائيل، هذا محكوم بأمور سياسية واقتصادية محددة ممكن تنتهي. يعني أنت تخيل وياه بعد 50 سنة، لما 50 سنة ترى مو هواية، يعني 50 سنة بعمر التاريخ فشي بسيط، من ينضب النفط شنو اللي ممكن يقدموه الخليجيين إلى أمريكا بحيث يخليهم يلعبون دور حقيقي بالمنطقة؟ يعني الدور الحقيقي هذا طبعا ده اعطيك راي يعني انه انا مو فتاح الفال، بس يعني هي اراء وده نتناقش بها. يعني شنو اللي يخلي الدول الخليج يعطيها فد اهميه سياسيه واقتصاديه بالموضوع غير الثروه النفطيه؟ ما عندهم اي شيء ثاني، وطبعا وجود الكعبه المشرفه في السعوديه. فأنت تخيلوا يا إذا 50 سنة نضب النفط أو تم إنتاج بدائل للنفط، مثل ما كنا نتابع التقارير بأنه بدأت الأمور تتجه باتجاه استخدام بدائل للطاقة من فترة طويلة، يعني وصلوا إلى نتائج مبهرة بصراحة في أوروبا وفي أمريكا وخاصة ألمانيا. فإذا تم التخلي عن موضوع النفط هنا راح يصير اهتمام أمريكا بالدول الخليج راح يبدي يقل درجة كلش كبيرة، وبهالشكل هذا هنا الطريقة هاي ما راح يكون لهم في الدور كلش كبير. يعني حيكون دور المن دور هنا إلى إيران طبعا وتركيا والعراق بالدرجة الثالثة، وممكن يكون بالدرجة الأولى. لذلك تركيز هسه هذا مو عنصرية عراقية، لكن هذا هاي توقعي، لأنه العراق مو فقط بموارد أولية، العراق يمتلك موارد بشرية هائلة حقيقة فعلا، يعني ممكن أنه لذلك تشوف اللي صار بالسبعينات، وهي فترة محدودة جدا جدا محدودة، صارت حالة من الانفتاح الاقتصادي والقفزات الاقتصادية هائلة حققها العراقيين. فهنا يعني ممكن العراق إذا لعب دوره مع تركيا مع إيران طبعا ممكن يتصدى إلى هذا المشروع. بس أنا دا نحكي على موضوع هاي الديانات، يعني أنت دا تقول أنه فعلا يعني فعلا ممكن أنه يصير تعايش سلمي في موضوع الديانات، وهاي هذا التعايش اللي يصير لازم المشكلة لازم يهمل الأدبيات القديمة. يعني هنا أكو قسم من الأدبيات ممكن تهمل، يسموها الكتب الثانويه الثنائيه اللي هي كتب التفاسير. يعني هذا التوراة، تعرف التوراة والانجيل، يعني هي مو كلام الله. يعني بالنسبه للتوراة اللي كتبوه
رجال الدين اليهود يعني، وقسم من عندهم، واحد من عندهم اللي كتبه العزير هذا اللي القبر ماته في العماره اذا سامع به، هم اللي كتبوا التوراه يعني، مو كتاب مثل الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينزل عليه الملائكه وجبرائيل وينكتب عليه. فلذلك من صارت هاي الكتب ما ممكن انه يعني تجاوزها، لكن من اللي ممكن تجاوزها؟ مثلا كتب الحديث، يعني الحديث مشكوك به، يعني الاحاديث او التفاسير مو تجاوزها، ممكن تحييدها فحتى تخفف. بس انت تعال على قولة ست فاطمه، انت شو تسوي مع ايات قرانيه موجود بها او بالانجيل او بالتوراه موجود بها تفسير، خلينا نقول يعني خلينا نقول هي تفسير اللي هو التفسير الشامل والاوضح اللي بيها تحريض على القتل يعني، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن بعض الخجل يهربون به عدو الله وعدوكم واخرون من دونهم، مو يعني ترهبون، حتى كلمة الارهاب موجودة في القرآن الكريم. زين انا شو اسوي يعني، يعني الغي آية من القرآن الكريم؟ طبعا ما نقدر، لكن ممكن انه مثلا نخلق تفاسير جديدة، طريقة جديدة بتفسير القرآن بحيث تكون مناسبة ويفتح يقتنع بها الجميع. ما اعرف منو يحب يريد يضيف، يريد يفتح باب الاجتهاد. بالضبط، فتح باب الاجتهاد بحيث يطلعون المؤثرين. بالنسبه للتفاسير يعني اذا تطلع على كتب التاريخ ورجال الدين تلقي بعض الاجتهادات من قبل انا مطلع عليها، لكن المشكله كانت شنو؟ انه رجال السلطه يا تفاسير اللي تخدمهم او تخدم اقوام بالسلطه، هي هاي المشكله حاليا يعني الوقت، بعد وبعد داعش خاصة، وبعد طبعا هي أمريكا الدولة المسيطرة. أمريكا طبعا تحب تعمل بنظام عالمي اقتصادي، نظام عالمي ديني، نظام عالمي فكري أصلا. زين، ف وطبعا لو تطلع على مؤسسة ترامب فهي سوت نظام إسلامي جديد اسمه الإسلام الديمقراطي، وهذا دين تيسد طبعا دي يعملون عليه. فشغلة التقارب هي بعد مسألة وقت أصلا، يعني أنا برأيي هي مسألة وقت، ويعني هذا رأيي إن هي مسألة وقت تعتمد على فكرة المخلص. بس شو وقت راح ينتشر؟ يعني شو وقت راح يصير ربط بين الديانات الثلاثة؟ وها هي. أنت فضل. طيب شكرا حبيبي أستاذ بارق. أنا ما أعرف إذا أكو حد يريد يضيف شيء بعد. بالدول العالم تطلع، إحنا اتفقنا على ساعة، فإذا قربنا ساعة أنا جدا أشكركم. كانت تجربة لطيفة وحلوة، بس كنا نتمنى أن يحضرون أكثر. بس هسه إن شاء الله من ست آيات قطعنا المشاركات، من ما يخلص التحميل أدزش الرابط وتقطعين المداخلات وتشرين مقاطع من المداخلات بالجروب. إذا قدرين تسويها، إذا ما قدرين أنا ممكن أساعدك. أي تمام إن شاء الله. ممنون جدا وشكرا جزيلا على مشاركتكم. تحياتي للجميع. شكرا للجميع. شكرا، مع السلامة. بس ان شاء الله تكون اكو جلسة ثانية ونتخذ كتاب تاريخي. انت حكيت على التاريخ، احنا التاريخ لا بالعكس نحبه، يعني فشي حلو انه نطلع معلومة مفيدة ويكون مصدر ودليل. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عيني، شكرا جزيلا، مع السلامة عيني.